للخرجات الميدانية التي نظمتها مصالح أمن ولاية عنابة للوقوف على مدى تطبيق إجراءات الحجر الصحي الجزئي، نظمت أمسية اليوم مصالح أمن دائرة الحجار خرجة ميدانية مست الأحياء الكائنة بدائرة الحجار وسيدي عمار، أين لاحظنا استحسان وتجاوب كبير من طرف سكان مدينة الحجار وكذلك تطبيقهم لإجراءات الحجر الصحي الجزئي، وندعوهم بالمناسبة على المواصلة وهذا حفاظا على صحتهم وصحة أهليهم ووقايتهم من فيروس كورونا.